لو انت
عندك هايبر لايبيميا هيبقى في اكسسيفنس في الانتما الفيشرز والكراكس اللي في الانتما تنزل فيها بليتس وطلافيش تخش ما تخش بقى اللي زي اسمها الريفلكس البليتس ستريس مايجريتنج فاكتورز تخلي السموس اصلا تصير تطلع على الانتما وتتحول لهايبر فايبر بلس وترسخ كلش ويبقى عندي فايبر فات ايه. طب لما اجي اقول ايه الاماكن اللي بيحصل فيها الاخرس في الوزن؟ عمري ما اتفقت ايه؟ في الاخرس بس في اي حته تحت الاخرس دايما مشهوره انها تاخد البوينتس بايفوركيشن والبرانشنج. يعني ايه؟ لو انت جيت على الروضه، الروضه بينزل وعامل اثنين كوان اليبس بتحس ان انا بكون عند الحته تاخد المكان ده. لو جيت كمان للفلورا الاخرس مثلا دي جدا بتاكوستر تلاقي عند فتحه الانتاكوستر موجود ايه؟ الاثرو سكيلوتيكيشن. ليه؟ اشمعنى كده يعني؟ عارف ان اخد الاوقه مكتوبه اهو، انا عارف ان الاوقه كده متقسم هنا الاثنين كومن ليجن كالسيوم انتما بالنقط عباره عن فلاتن سيلز بالشكل ده وهنا هنرسمها كده وبرده من الناحيه الثانيه فلاتن سيلز كده ونرسمها هنا. البريشر والمليون المفروض يكون موزع في التساوي على الانتما ولا لا؟ موزع على التساوي. لما تيجي عند حته البايفوركيشن زي ما كده لما كنت راكب عربيه وتيجي عند المنحنى بتعمل ايه؟ سلو داون وبابي السرعه او البلد فعلا بيبطئ سرعته عند البايفوركيشن. يعني لو خدت بوينت ايه هنا وبوينت بي ما بين ايه وبي ده السرعه تبقى بطيئه. نتيجه ان انا بطأت السرعه يحصل ايه؟ بريشر يزيد ولا يقل؟ يقل. لما البريشر يقل يعني بقى في بريشر عالي وهنا في بريشر عالي وكان في بريشر اقل يحصل سكشن للانتر. الانتر لما بتشد بتشد لما بتشد الستس بتاعتها تقرب من بعض وترجع عن بعض. ترجع عن بعض فتكون هنا في الجميز اللي تبدا تبقى اعلى فالليبس تخش وتترسخ في الحته. عشان كده دايما لما هتشوفه في العمل تلاقي الديجن دايما موجود فين؟ البوينت اوف بايفوركيشن او البوينت اوف برانشنج مطرح القطر بيطلع برانش. عشان كده لما نيجي نتكلم على الاسروسكلوز الاورطه نقول انها بتأثر الابدون الاورطه اكثر من الثراسك اورطه وبالذات الابدون الاورطه عند الكومن هي المكان اللي بيعمل بايفوركيشن. طيب افرض انك انت عندك اسروسكلوزيشن هتشوفه بعينك النجم غير كيرس بتاعتها ازاي؟ ده يعتمد هل هو اولتر للبريك ولا ان اولتر للبريك. ممكن الاسروسكلوزيشن يبقى في صوره صفراء بسميها يورو ستريكس باتش الصفراء اسمها يورو باتشز قطعها شويه اسمها يورو بليكس باتش يبقى الصور السطح يبقى بليك قاعد دي بقى عليها ان اولتر بليك. يعني ايه؟ يعني ليجا بتاع فلوس ما حصلوش اولتريشن. طب لو هو اولتر بيحصل ايه؟ بيحصل حاجات كتير ممكن البليك لو حصل لها اولتريشن تبقى فيشر تتشقق ممكن تبقى ستيت تعمل اصل ممكن يفرص فيها كالسيفيكيشن ممكن يحصل فيها دي اللي بنقول عليها اولتر بريك. يعني بيبقى حصل لها ايه؟ تحليل في الشكل بتاعها نتيجه تغيير فيها. التغيير ده قد يكون في صوره فيشرنج انها تتشقق او في صوره كلاسيفيكيشن او في صوره ترانسليشن او في صوره تمبرشن. ده لو كومبليكيشن يعني لو حصل لها فيشرنج او اوكسيديتد بيساعد على حدوث ايه؟ ها؟ فرومز. وبالتالي الفرومز ممكن تقفل لو ما تقدرش تعمل امبوليزم. الهوج لو حصل كومبليكيشن جامد زي ما خدنا في المرة اللي فاتت ديزيز ممكن تبليك سويل وتروح قافله اليوم بتاع القطر لما القطر حجمه صغير مش معروف طبعا. فده المنظر بتاعنا دي النيك الهاي اللي احنا بنقول فرصه البيت او فرصه البيت تحت الميكروسكوب من السيل ده ليه؟ الليجن مني فين؟ في الميديا ولا في الانتما ولا في الادابتيشن؟ انت الاسود سكروز فين اللي انت الليجن؟ انت اللي حددتها فين؟ تدخل ليه؟ لانك رصدت فيها كولاجين ورصدت فيها ليبتس وجبت فيها رقم فيوجن حجم اللي بحياتها كبير وبالتالي دي من يضيق ولا عادي؟ يضيق يضيق لسبب ان الاثروسكلوتيك ليجن بيأثر على البلاد سبلاي بتاع المكان اللي انت خدت القطر بتاعه. طيب ايه الكومبليكيشن بتاع الاثروسكلوتيك؟ سكيميا. السكيميا دي قد تكون اكيوت وقد تكون كرونيك. لو هي كرونيك تعمل ايه؟ حاجه اسمها سكيل اتروفي. لو انت جيت على حته وخليت الاكسجين بتاعها اقل لمده طويله مش هتقطع اقل بتعمل اقل. لو انت قطعت خالص بقى اللي عملت سلوم بس او بليت اتفخ الفتره اللي فاتت ده اكيد السكيل هتعمل ايه؟ انفكشن. لا انفكشن لو حصل فوق اللي هي جديد لو حصل فيه غير حسب المكان اللي هي حصل. طب طلعوا بقى
ننزل بقى الموضوع الثاني اللي هو الهايبر تنشن. التخطط القارمة معلش خلينا هنا مهم شوية. الهايبر تنشن عرفته ازاي؟ انه الفيجن اوف ايه؟ بلد فيجن اوف كام؟ 140 على 90. انا معرفش ليه رقم، مش معنى رقم. هو البلد فيجن كام طبيعي؟ 120. طب انت بدل ما تكون 120 في 140 هتسيب ليه؟ يعني لو حط الهايبر تنشن لما اعرف هو 140 على 90 طبيعي، انا مش عارف ليه نزلت. البلد مش عارف. ممكن يعني لو انا وقفت لو 140 على 90 هبقى نورمال. طب ال 120 ده بالنسبه لك الناس انت اصلا من الاول ليه ما تنزلش؟ ويبقى نقول ان البلد فيجن بتاعك 140 على 90 ولو عرفت ده هايبر تنشن. لا البلد فيجن بتاعك الطبيعي 120 على 80 علو عن كده الهايبر ان شاء الله 5 مللي. يعني لو قلت لي انت سوري 5 مللي ده هيبقى كويس. تمام؟ والا انا مش هحط الليفل بتاع 120 على 8. طيب. ومع ذلك برضه خلينا مع الجوجل رقم الجوجل 40 على 60 معرفش جوه منين. ايه اسباب الهايبر تنشن؟ انا لما نيجي نحس بالهايبر تنشن بنقسمه يا اما ايديولوجيكال يا اما كلينيكال. الايديولوجيكال يا فاينل يا سكند. الكلينيكال يا بناين يا في عدين كان برايمري اللي هي فان مونيتور مش عارف سبب. وبالتالي اي حاجه عندنا في الطب لو يقول لك ان الدورج بتاعها هيديوباتيك او انون بيبقى تفسيرها بالفيل في النظريات. وقال لك ان هذا النوع من الهايبر تنشن اللي هو برايمري مش عارف سبب هو بيسموه اسينشال هايبر تنشن يبقى كومن في الفاميليز. الفاميليز دي لما تبص كل الممبرز بتاعتها قصيرين رقبتهم قصيره عايزه الخنازير كانت العيله كلها قصيره وبناتها قصيره والخنازير زي ما دي كلهم عندهم في العيله كلها فيها هايبر تنشن. وفسروا بقى ان ممكن دول عندهم ستريس. الستريس مع الموشن بتطلع على الفيلير الستريس مع الموشن بتطلع على الفيلير والنقطه الفيلير النقطه اللي هم يعملوا بلاصه الاستنشن عالي بلاد بريشر. وممكن كمان يدخل حته من الكدني في الموضوع على اساس ايه؟ لو انت عملت بلاصه الاستنشن يبقى شخص بيقول لك بس حط يعني بعدين احنا مش بننزل لغايه القصه دي. السكند بقى يدوب سبب جلوكوز. عشان كده علاج السكند الهايبرتنشن بيستفيد من الجلوكوز. انك تعالج ايه؟ انا والبرايمر لا البرايمر بتدي بقى دايابيتس بتدي بيتا بلوكر بتدي حاجات تقلل البلد بريشر. انما السكند لازم تبني في الجلوكوز عشان تظبط الموضوع ده. طب ايه اسباب السكند الهايبرتنشن؟ يوم الواحد يلينا كروز سبيد او حيث فين في الكيلو. كل ما هو ضمانك فيه اي حاجه يعني لو قلت الكوليك بيسوس بيقول فاكس ماشي الكوليك باي يقول فاكس اوكي كوليسيستيك كيدي هايدروليفوزس هايدروليفوزس دي هتفيد مش عارف كل الحاجات الكوليك تعمل هايبر تنشن. الاكيد لا ليه؟ هو فعلا لما الاكيد برضه ممكن يعمل الفيشن في الضغط بشكل تعريف هايبر تنشن ريزيستنت للفيشن هو ايه؟ بلاد بريشر. انما ما فيهاش ايه ترانزيت كده ويرجع ما فيهاش تعريف الهايبر تنشن. طب في حاجه اسمها اندوكراين كوزز اوف هايبر تنشن. الاندوكراين اللي عامل ايه فين؟ في الاندوكراين ده في الصور من اللي هتعالج البلد بريشر ده عالي الفانكشن بتاع الاندوكراين. فالهايبر ثايروليزم يعمل هايبر باراثايروليزم يعمل هايبر فانكشن زي كده كورس هايبر فانكشن زي كده مضاده كل دي حاجات في الاندوكراين جلانس تعمل هايبر تنشن. في بعد كده فاسكولار كوزز وعايزك تفرق بين حاجتين. فاسكولار كوزز حاجه وهيماتولوجيكال كوزز حاجه. ايه الفرق؟ فاسكولار كوزز بعيد فين؟ في البيسنس. انما هيدرولوجيكال في الدم. يعني لو عندك بوليسايسين دي ايه؟ هيدرولوجيكال بعيد في الدم بتعمل هايبر تنشن. فاسكولار كوزز زي الوادي كوركتيشن لما قلناه او الاخر سكيلوز اللي بعيد في البلاد بريشر عامل هايبر تنشن. طيب كلمه بناين او مالجنت يعني ايه؟ قال لك شوف الدايستوليك كام؟ دايستوليك مش سيستوليك. لو الدايستوليك عالي بس ما عداش 130 ده اسمه بنايم هايبر تنشن. انما لو عدى 130 مللي متر مركب ده اسمه ايه؟ لقينا هايبر تنشن. الفرق ايه؟ ده البنايم مالجنت اللي هو دوت شورت ديوريشن واللي هو مالجنت انما الثاني نون ديوريشن. اما تيجي تدرس الباثولوجي بتاع الهايبر تنشن بيدرس الاول على الله وبعدين البلاد فيزلز وبعدين الاذر بلاد فيزلز. ليه؟ لو جبت الهارت بتاعك ورسمناه ايه؟ ادي ليفت لينك يبقى السيمتم وادي الرايت لينك. هايبر تنشن هيكبرني على ايه؟ على الليفت ولا الرايت؟ على الليفت. كويس.
وده اسمه بريشر اوفرلود. افتكر حسن فاكر كده في حاجه فرق بين بريشر اوفرلود والفوليوم اوفرلود. بريشر اوفرلود يعني ايه؟ يعني انا محمل الشمبر او عرض الشمبر بضغط عالي جدا. انما الفوليوم اوفرلود عامل ايه؟ احملها حجم دم زياده. وقلنا لو انت عملت بريشر اوفرلود اللي تشنج هيبقى ايه؟ هايبرت عضله تكسر. انا لو عملت فوليوم اوفرلود لازم اوسع عشان استعمل الحجم الزياده دي واسع عشان اضرب الحجم الزياده. فلما الفوليوم اوفرلود يعمل هايبرت في الاند فاريشن انا بريشر اوفرلود يعمل بس ايه؟ كويس. الليفت بيلد اللي هنا العضله بتاعته عضله تخينه جدا وقويه جدا لدرجه ان انت ما تقدرش تطيح منها ما ينفعش. طيب لما العضله تخسر هنفرض ان العضله تخسر الكاميرا بتاعه جت ولا وزنت؟ عشان يعرض وزنت السيمتم كفايه كده كده الكاميرا بتاعه لايك فنك. هنا الضغط عند الكور بص اللي عامل زي الكور يسموه دي كونسنتريك هايبرتروفي. كونسنتريك هايبرتروفي يعني ايه؟ مارك هايبرتروفي فنك بوشنج ذا سيمتم انتو ذا كافيتي اوف لايك فنك. ده يعمل كلينيكال ايه في العيان؟ لما تخلص العيان كده تشوف كلينيكال فيه ايه؟ سينوسس الميد فينس فيها حاجه اسمها فينس ويف عارفينها؟ ما تقدرش تفصل لا في في الجبر هنا بنشوف ويفز ازاي ما تقدرش تفصل يعني لو واحد نايم كده دي الميد فينس بتاعته هتلاقي هنا الجبرتين بيطلع فيه ثلاثه ويفز واحده اسمها ايه؟ واحده اسمها سي واحده اسمها بي. ايه اللي هي ايه؟ ما تحطوش حكايه تفصل مستحيل مستحيل وما تحطوش في السرير. فاهم في السرير؟ ايه اللي هي الاتريا؟ يعني الاتريا لما كونتراكت رايت اتريا دول عملوا تبسيط الكسر. الكسر يعني ايه؟ يعني الفيلد اللي كونتراكت الفيلد اللي بين الاتريا والكونتراكت هيقفل ولا لا؟ هيقفل في الكسر ايه؟ بيجيب لي فوي وعامل فوي اللي هي السي والفي الفينس كتير لما يرجع ايه يقفل. هنا بقى انت لما تبوش السيكتر ده الكلام بتاع لايت انتر لما يضرب جامد ولا يضرب ضعيف؟ يضرب جامد ومن دي ويف ده ايه؟ اكسجريتد او كبير عشان كده كنا بنعمل اكسجريتد دي ويف في النيك فيز. طيب الهارت ده لو انت طلعته بره الكاتبر يعني بره الشخص واحد مات بلاين ما بتنشر الخط الارض بتاعه في المشروع طلعته على الترابيزه يبقى زي الكوره. لو بتدوس عليه عشان تسوي الترابيزه مش هيقف. لو وقفت عليه وسويته بالترابيزه بعد ما تنزل يرجع تاني يبقى زي ايه؟ الكوره بتلف لفه هنا قوي جدا وعضلته فيري فيري فظيعه جدا الدرجه بتاعت الريجيمتي بتاعتك. طيب ده اللي هيحصل في الضغط. اللي هيحصل في الضغط فيسلز الارترز سواء كانت لارج او ميديوم سايز او سمول تحط فيها الاكرو سكيلوز تعالى على الارتريول. طب انت بترسم الارتري كده وبعدين يجي يحصل الارتريول وبعدين يتبقى الحته دي لو خدت الكروس سيكشن ادي الارتيولا اهو وادي الهند بتاعته ادي اليومن. البلازما بتنزل في اليومن تروح خارجه وداخله في البول بتاع الارتيولا وتتجلط هنا تحس انك انت لما تشوف الارتيولا ده تلاقي البول بتاعه بقى تخين وهيرموزه كله هوموجينوس بينك كده. يسموا التشنج ده هياليموزس. يسموه ايه؟ هيال الناس ايه قيمته؟ هو انت هنا تخنت الهول وضيقت مين؟ اليوم ليه؟ علشان يحمي الكباري. كل شويه معايا هنا لو رحت الكباري مش عارف فاكهه. انا لما باجي على الكوره تخنت ده اليوم ان انا ببطئ البلاط بتتكلم بسرعه بتاعته تبطئ غيرت البريشر بتاعه ايه؟ ينزل بدات رياكشن بروتكتد مين؟ للكابيلا اللي خليش الكابيلا ترابشر ان الرابشر بتاع الكابيلا طبعا ممكن يكون فيه. طيب في تشينج تاني هتلاقي بعض الناس بتقولوا بعض الكتب اللي انا ما كتبتوش ومش هكتبه واللي هيجيبه لي في الامتحان هشتمه. ليه بقى؟ اللي هو الاستوزيس. خدت حاجه اسمها انترنال الاستيك لامين. كلمه الاستوزيس يعني انترنال الاستيك لامين تبقى تعطين ثلاثه تكبر يعني. انا ما كتبتوش ولا كتاب ناقص ومش عارف ايه هو اللي عمل كده بس هو ناقص. في الارتيولوجي انترنال الاستيك لامين يعني درست في الاستوديو اللي طلعت له في انترنت سنه وديه في الارض بس. انا بقول ان في جاسوس استوديو السنتين واصلا ما فيش فيه الحكايه دي. فالتشيك ده لا يذكر لانه ليس خاص بيه الارض. فلما يحصل لنا في الجمال في الارض حاجه اسمها ايه؟
النارو ده بروتكتد اجينست الايه الهايبرجر بي ترانسميت من الكابيلا اللي بيفرقع تلك الكابيلا. طيب ايه اللي يحصل في الكيدي بقى؟ العب على الفيسكس. الكيدي ده انت فاكر لما كنت بترسمها كاس متفق لطيف في الكابيلا الطفره اللي بيفرقع هيحصل في القفل اللي في الدور اريوز بيحصل فيه هايبرجر يعني مش اول اجابه بيديها يبقى الميونيرس حاطط في حاله ايه؟ كرونيك سكيما يحصل لها فايل بروز شريك النفو بتاعها يحصل له ايه؟ يحصل له فايبروز ليه؟ انت لما تبوظ الميونيرس يحصل ايه؟ هترشح لنفو ولا ما ترشحش؟ هترشح دي بيقول عليها ديسكوز ادف نسميها ديسكوز ايه؟ زي بالظبط لما واحد يلبس رجله ويقعد اربع سنين يلبس رجله يفكها تلاقي رجله رفيعه يبقى اسمها ايه؟ السوزة اللي استعملها عشان برا ده مش شغال رجع استعملها بس برضه ترجع تاني. هنا بقى انت النفر المفروض الجلوميرولس ترشح فيه النفر بطلت ترشح لان حصل لها فيبروزس النفر اللي حصل له قدروا في نتيجه ايه؟ عدم الاستخدام او السوزة تبقى النسبة الفيروس تشوف. لما تعمل الحكايه دي في الغالبيه في معظم النفر المستقيم حجم الجلد ايه؟ يشتري كونتراكت ممكن على فكره يوصل حجمها العقم صباعك العقم نص او الغلب في الدور تظهر جدا والسيرفس بتاعها الجرانيولا بحجم. طب افرض في بعض النفرون شغال مش كلهم بعضهم شغال لكن ده كان نفرون طبيعي كام؟ مليون كام؟ مليون فضلك مليون المليون المليون ونص. علشان كده حتى لو الكدني تعبت او حصل لها اتروفي وفضل منها يعني تخانه في التشو تعادل ورقة سيجارة ما تشيلهاش لأن التخانة دي هتكون فيها بتاع ايه؟ 120 متر دينا في النفر مش هعرف تجيبها يعني مش معنى كده ممكن تغيرها على طول تمام؟ لأن ايه؟ عدد النفر زي ما انا دايما طيب الكلمة دي كونتراكت صغيرة بصفحة بحجم لو في نفر شغال هترشح ولا لا؟ هترشح وفي فيبروزز ممكن يسد الجودز بتاعت النفر دي فالترشيح بتاع الجنوس يتحوش جواها ولا لا؟ حاول جوه في الديفكورد سيستم نسمي دي ريتنشن سيستم تبقى ظاهرة على السطح بتاع الكدني من بره يعني الكدني بتبقى جرانيولار كده وممكن شوية سيستمز واقفين على السطح بتاعها من بره كده يسموا الحالة دي ايه؟ نقرا الاسم كده ونشوف نسميها بناين لأنها حصلت فيها هايبرتنشن في البناين بيفو لما اشتغلت مع مين؟ على الكدني سكيلروزز يعني عامل ايه فايبروزز؟ لو فايبروزز الكدني في حالة البناين هايبرتنشن وبتنتهي ان الكدني تفقد وظيفتها وبيحصل عيب بقى هنا ايه هو؟ اما انت تعمل هايبروزس في الدفن بيجي في الكارديولوجي الشخص اللي انا غرفت يعمل تعمل فين المانجو بس الاضو ستيل يرفع الدرجه ولا يبقى انت ضغطك عالي بوظ الكبد رفعت الضغط اكتر بوظ الكبد والعيان عمال يخش الدجس سيبت انت انتهى من الايه؟ البرجر يعلى من الكبد تضغط. طيب نيجي ليه الرجله الشبكيه بتاعتك طيب البرين البلاد فيزنس بتاعت البرين بيحصل فيها البرسم
liberal image. هذا التشنج اللي بتحصل في الدماين ايديولوجي. في بوينت هنا اكثر حاجه قادر عليها في الملل ريبريشن في الهارت فيلر، واقل حاجه موجوده مين؟ الرينال فيلر والسيرفر دامج في النص. يعني لو قلنا مثلا اكثر حاجه قادر عليها عندهم ملل ريبريشن ايه؟ في الهارت فيلر. طب ممكن اقل حاجه قادر مين؟ الرينال فيلر. ممكن بعضهم يكون من السيرفر دامج. بس الكومن سكوز ديس از ايه؟ الهارت فيلر. تعالى للملكنا الطيبوتيشن نفس الطريق. هنشوف نفس الطريق. اول حاجة الار يكسب فيه ايبيرت. بس الهيبيرت اللي بحاجة زي ده حاجة بسيطة لنا الديوريشن قصيرة. طب البلاد بيزنس الارض اللي يكسب فيها ايه؟ مايل بغثرو سكيلروز الجدار ايه سؤال الارض اليوم اللي هو اللي هو يحصل فيه حاجة ايه؟ الحاجة الاولانية انك انت لو كنت انت مكانها الكونكتف تيشو بتاع الانت معنا اخلي الفيروبلاست اللي بيحصل فيها الهيبرفليزيا والبروليفريت فتعمل لك ايه؟ طبقات قالوا بعض كده عامله زي بوني مسكين بيقولوا عليها ايه؟ هايبربلاستيك ارتريولو سكيلروز. لان الارتريول دخل ولا دخلش بسبب ايه؟ هايبربليزيا. دي بالظبط زي الهيبرفليزيا بروتكت بقى تحمي الكابيلا. التشنج التاني وحش. ايه التشنج التاني؟ تلاقي النور بتاع الارتريول يحصل فيه حته فايبرينويد نيكروز. يعني ايه فايبرينويد نيكروز؟ يعني الكولاجين بتاع يسوي ايه؟ نيكروز زي ما قلنا ريش بالفايبرين فيه السبب بتاعته والشكل يسمونه فايبرينويد نيكروز. وتيجي يكون فيه تقع في الحته. فعشان كده يقولوا عليه نيكروتايزنج اللي فيه نيكروزز ارتريولايتس وهو ليس انفلاميشن. خد بالك النيكروفيل اللي ده مش على انها انفلاماتوري سيتمرات على انها ايه؟ ها؟ على انها مايكروفيج، على انها تاكل الحاجات الصغيره. فاوعى كل ما في انفلاميشن قبل الاسمس من البروتايزنج بلاكتيريوم. طيب صعبه ايه بقى؟ لما تعمل الكولاج من فلور ارتيكول نيكروزس انت هو ضعيف ولا عادي؟ ضعيف يروح بفرقه وعامل دامج والعيان يخش فيه امراجي كوميدي حسب بقى المكان هيدي مانيفستيشنز. تعالى على الكيمياء يحصل فينا ايه؟ يحصل فينا نيوز تشينجز اللي بخاف من مين؟ ده لو حصل ده يحصل ايه؟ يحصل لي هبص تلاقي الكيد بتاعته طبيعيه جدا حجمها وشكلها كل حاجه كل اللي هيبقى فيه عباره عن ايه؟ اريا زي ما انت عارف الاوتر سيرفس والكونستكشن. طيب بالرغم من كده بيسموها مالجنت نيفروسكيلوزز. طب ازاي؟ قال لك حاجه يا جماعه، قال لك من النادر جدا ان البريشر بتاعك لما يعلى يبدا مالجنت. في الغالب هيبقى مايل هايبر تنشن وبعد مده يقلب ايه؟ لما لبنى. طب في الفتره اللي انت كنت فيها بناء الكيمياء حصل لها ايه؟ نفرو سكيلروز. لما حصل لبنى هايبرتنشن زاد على شكلها بتاعت البناين اللي حصل فيها ايه بالظبط؟ ايرور. فهي هتبقى زي الكيمياء بتاعت البناين هايبرتنشن بالظبط بس يزيد عليها من السيرفس عليه ايه بالظبط؟ ايرور. عشان كده بيسموها لبنى نفرو سكيلروز. طيب بالنسبه لي الريتم مفيش بقى لا ستراكشر سكوزر الكلام ده بسرعه على طول حصل لبنى ايه؟ اكسيديتو هيمورج ويحصل لبنى ديتكشن البرين سيرابرا بيمرج على طول برضه مفيش وقت عشان كده الملكة بتنشن سريع جدا. أكتر حاجة تموت الحياة في الملكة بتنشن إيه؟ الرينال فيلر. وأقل حاجة تموته الهارت فيلر والسيرابرا بيمرج في النص. عشان كده لو جينا للجزء بس قلنا البناين إيه؟ أكتر حاجة الهارت وأقل حاجة الكيدني لقينا بالعكس أكتر حاجة الكيدني وأقل حاجة الهارت والبرين هيمرج في الاثنين يتساوى كجزء بس إيه؟ ده بالنسبه لي الهايبرتنشن. بس في نقطه لما نيجي نقول مثلا عباره هايبرتنسيف هارت ديزيز نقسمه ليه؟ في سيستميك هايبرتنسيف هارت ديزيز اللي انا اتكلمت عليه دلوقتي وفي بلمونري هايبرتنسيف هارت ديزيز اللي هو سموه بلمونري ايه؟ هايبرتنشن. ايه اللي يعمل بلمونري هايبرتنشن؟ ايه كل ما هو كروني في الفرناندو هيؤدي الى فيبروزس. يعني لونج لابسس برونجيتس برونجيموني برونجيموني النيموكوليوزس كلها التبيين السيرجس البولارتيز كل الحاجات اللي بتعمل لك جرانيوما في لندن بتعمل لك فيبروزس بتعمل بلمونري هايبرتنشن. وكمان ما تنساش اللي في سايد الهارت فيلر وما تنساش الكونجنتال هارت ديزيز ممكن تعمل ايه؟ بلمونري هايبرتنشن. طيب لو حصل لك بلمونري هايبرتنشن هيحصل ايه؟ هيبقى ده بلمونري هارت كده اهو والمان حصل فيه حاجه عملت بلمونري هايبرتنشن. البلمونري هارت يمسك ويحصل فيه اثرو
سيروس خباب البلمونري ارتري الاستراكشر بتاعه استراكشر تعبيه يعني التركيب بتاعه التركيب ايه في اننا ما يحصلش فيه اثيروسكلوزز الا اذا حصل فيه هايبرتنشن فقط يعني استحاله عالي الليفل زي ما انت عايز ان شاء الله تخليها مليون مش هيحصل في البلمونري ارتري حاجه الصدمه ما حصلش البلمونري ارتري يبقى كل كوز عشان اعمل البلمونري اثيروسكلوزز ان انا اعمل البلمونري ايه هايبرتنشن طيب لما يوسع كده ممكن يحصل منه بلج يسميه ايه انوريزم ولما يحصل البلمونري اثيروسكلوزز انا عامل رايت سايد ايه طب فين بنسمي دي كور بلمونري اسمها ايه اللي هي بقى كور بلمونري رايت سايد بارفيليا دي تو بلمونري هايبرتنشن كوزد ايه باي انترنسيك لانج ديزيز لازم العيال يقف اللانج الديزيز لازم فين عشان كده الليفت سايد بارفيليا لا والكونجنتال هارت ديزيز لا فلما تجيب لك سؤال هنا تعد اسباب الكور بلمونري لو قلت كده سايد بارفيليا غلط لو قلت كده كونجنتال هارت ديزيز غلط لان المطلوب ان الديزيز يكون فين في اللانج نفسها لوبر نيمونيا ونيمونيا 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 كده يعني لازم حاجه تكون علمي اللانج عشان تستعمل كلمه كور بس ده بالنسبه لي هايبرتنس الغرض نيجي بقى النقطه اللي اسمها انوريزم انوريزم يعني ايه اللي انوريزم دي يعني؟ لا دي نوترايز دايلتيشن اوف الارض يعني لو الارض زي دراعي كده حته منه بيوسع مش كله بيقسموه لترو وفولس كلمه ترو يعني ايه؟ يعني معناها ان الوول بتاع الانوريزم من الوول بتاع الارض انما الفولس لا القطر ملوش دعوه الترو ليهم ثلاث اشكال يعني ممكن اوسع القطر كده او ممكن اوسعه كده او ممكن اعمل شكل في الوول واسيبه دلوقتي بنسمي ده سكر بنسمي ده ايه؟ يوزي فولس سكر يعني ايه؟ يعني معناها جزء من السكان في نفسه بيسعى يعني جيت هنا قلت ايه السيركمفرنس ضخم جدا وسعته جزء بس. انما في الفورم وسعته كله السيركمفرنس في حته برضه مش كله. طب بايسكت الجيتال احنا هنتكلم دلوقتي لو جيت انترناشونال انوريزم كل واحد لو جيت بتتكلم على سكر الانوريزم بتتكلم على الفورم الانوريزم هنا ممكن انت تتبهدل الاسئله بتاعت الانوريزم تضرب. انما لو سالتها بالطريقه اللي انا بقولها دلوقتي صعب جدا الواحد يعمل فيه مقلب ويحاول يضحك عليك في اي سؤال في الانوريزم. انا المفروض من الجيولوجي حط جدول كده اهو عندي هنا الايديولوجي سبب الانوريزم هنا السايت مكانه هنا شكله هنا الايديولوجي لو جيت قلت لك كونجنتال ابسنس اوف ميديا يعني ايه كده؟ يعني العيان هيبقى عنده الميديا بتاعت القطر مش موجوده كونجنتال ده يعمل الانوريزم فين؟ عند البيزوس سكار البيزوس بتاعت البرين اللي اسمها ايه سيركل اوف ويلز يعمل في الحته دي انوريزم ودايما لو في كونجنتال ابسنس في الميديا بتبقى ابسنت عند البوينت اوف بايفوركيشن عند الارض بتاعت الهول دي لما تيجي تتقسم تلاقي الميديا ضعيفه هنا فالانوريزم يحصل في الحته دي شكل الانوريزم هيبقى ايه؟ السايد ده طبعا سيركل اوف ويلز شكله سكر ممكن يرابشر يعمل هيمورج ممكن يضغط على كارينيال نيرف يعمل كارينيال نيرف باراليسيس طب لو قلت سيفلس هياخد القرش من السن الاول ويبقى سكر اشمعنى القرش من السن الاول؟ ليه؟ السن ده جزء من الاورجانيزم اسمه تريكونيما بالجو هتاخده في المايكرو الاورجانيزم ده في حاجه اذا دخل البول بتاعي طبعا ورقه تبين ان البريفريت اللي انت بتستخدم منه سكرين يعني مفيش موجود سكرين سليمه وسكين سليمه بس خلال 24 ساعه بيبقى مالي البول بتاعك بس ماليه فين؟ في البيري ماسترا او البيري ارتيريا الفاتيك فيزلز يعني الليف فيزلز اللي حوالين مين؟ الارتيريز لو تفتكر ان انا هتلاقي ان القرش من السن الاورطه لو شفت كده كام برانس او بريس هتلاقي حواليهم خيوط خضراء اللي هي الفاتيكس اللي الفاتيكس كلها موجوده فين؟ في الحته دي عشان كده الحته اللي اتاكد دي السيفلس انا دايما بقول السيفلس ياخد من السن والقرش انا ما لازم السيفلس تاخد مين؟ الابدومين انا السيفلس تاخد الدفن انا بس من فوق الدفن طيب هيحصل انوريزم من الغرفه ساكنه الكبير هتشوفوه في العمل حتى في الدنيا صوته محترم جدا ده يعمل ايه العمل؟ ولا انوريزم ده حصل فين؟ في الميديستاين مش كده؟ لما انت تعمل قوه في الميديستاين كده يعني جبت حاجه واخده حيز ولا لا؟ وبتعمل ايه؟ بريشر بتضغط على التشو اللي حواليها بتدي الاعراض نتيجه الكمبريشن في الميديستاين ستراكشر بتقول العيان عنده الميديستاين سندروم يعني عنده سيمبتومز مرتبة إن أنا ضغط على حاجة
حاجه فين؟ في الجستين. لو ضغطت على صفرس اشتكي ليه؟ ها؟ سبيتش بيستيشن. طب لو ضغطت على الكرنت ليفت الكرنت ريجن ليفت بيقولوا بوز من صفر بوز صفر بتاعي. طب لو ضغطت على تراكيه بوف على طول. طب لو ضغطت على الفرينك نيرف يجيب ايه؟ تكف تغط تضغط على الفرينك نيرف يخلي ايه؟ يحصل مايكرونيك كونتراكشن في الدايفرام اللي هي الزغط. طب لو ضغطت على السمسات التشين خدتهم في السوش لما الجزء ده ضغط على السمسات التشين يعمل ايه؟ يخلي جفن العين ينزل تحت ويسمي ايه؟ توزس. يخلي البيبو اللي اسمها ايه؟ يوزس. الحته دي ما بقتش فيها عارف اسمها ان هيدروزس اللي انت سميتها هورنر سيندروم. مش فاهم ولا لا؟ ليفتوزس ميوزس مينوس سانوس وان هيدروزس هي دي. طبعا مينوس سانوس العين بتظهر لنا بتشرح ده بالنسبه للسبيل دي الصينا سندروم. وممكن طبعا نرفش بس الحقيقه ان الاسم ده يمكن لما هتشوفوه حتى لو ضاف هورنرز مش بصوره مش بصوره. وعلى فكره السرندر دي احلى حاجه فيها انك تشوف فيها اللاينز وزان بعينك. شايف اللاينز وزان السرندر دي وحتى حقيقه السرندر دي ما حصلناش في الجنريشن ليه؟ يعني الالوريزم ده خد المستقبل بتاعي بلس بلس وده كان في ليمت بيشن العينه خاصه بعيني العين كان عنده ستريس. استغرب ازاي ما حصلش في الجنريشن السرندر دي ليه؟ وانا عشان اعمل الجنريشن عايز اعمل ايه؟ صبغي وتبس هيدراكسل كله تعالى نستنى بعد اسبوع شوف
هو مش هطلع على النهار، انا الصبح كنت مش هشوفه. في بعض الناس لا تتفلسف تقول لك لا ده البين ده غير البين بتاع رمضان، ازاي يا سيدي؟ يقول لك ده شيرنج بين. شيرنج بين يعني انا اقول لك بحس ان حاجه تتشق في السدر. ده العيان بتاع الباثولوجي وده على الغلطه وشايف ايه؟ الشقه عشان تصدق مش بالقدر مش هيحصل ان الكاركترايز البين دي اللي يعني التكنيكال ده عشان كده صعب جدا ان هو يشق. ممكن الشخص ده غير لا يكون عندك الانفستيجيشن وفي النص نص الانفستيجيشن كله شايفينه فيلحقوه يعملوا له طاقه البروسيس تشيل الكابتن ادفايزر تحطه كابتن اوفيشال. طيب هنا لو بص تحت اليوم بتاع الغلطه ده سني ولا دبل يوم؟ دبل دبل يوم. طب الامريز ده لو فرق هيعمل ايه؟ لو فرق على بره السنة رابشة الكتل لما يبدلنا رابشة ازاي كيو رابط ده ممكن يخفف الانفس جود الترو انيوريزمز اللي هما سكر الميزوفور والدايسكتن ده ما قلنا بدل اسمه ترو يبقى الرول بتاعه معمول من ايه؟ من الرول بتاع الرابط الفرصه اللي اسمه ده بالنسبه للرابط اللي خلاص اول فرصه اللي اسمه ده اللي هو حاجه اسمها فلسيتنج هيماتوما لو ضغط كده وقطعه هيروح نازل دم والدم يتجمع بالجلط بعدين ما فيش كاتكم وروح حصل تكوين فايبرس تيشو حواليه بقى عندك ساعه هي الوضع بتاعها معروف من فايبرس تيشو واليون بتاعها في الكاتكم مع بعض في السيستول اللي تم فشها في الدايستول يخرج منه عشان كده البلسيتوم يسموها بلسيتنج هيماتوما لو انت حطيت سماعتك كده هتسمع تش 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 بتسمع حكه الدم بس بينهم سكوت هتسمع صوت وبعدين في صوت هتسمع الصوت تاني. طب النوع الثاني لو الارتر ده جنبيه فين؟ يعني ده الارتر اهو وادي فين اهو فعملت بلوما وحصل بلوتنج بقالهم وراحوا متصلين ببعض. بقينا بقى ده ارتيريو فينوس تيست. طبعا الدم كونتينوس احنا دور ان الارتر دي الفين اثناء السيستول ده السيستول ده البريشر في الارتر في الاثنين اعلى. يبقى لو حطيت سماعتك هو تسمع على طول. مفيش اي سكون بينهم. طب عيب الارتيريو فينا سيستم دي عيبها ايه؟ هنفرض ان انا الغرب ببعت البلاط في الارض اللي داخل المدرج ويرجع لي في البيت لو جيت في نصه اتعمل وصله يبقى الوصله اللي جايه الوصله دي راجع لي ولا لا؟ طب لو جبنا الوصله دي راجع لي يحصل ايه؟ يبقى فينا سنتين زاد الارض ولا لا؟ ها؟ زاد بيعمل ايه؟ بسرعه الارض تقل ولا تزيد؟ لازم تزيد بالعقل لازم يفضل لازم يسرع مش كده ولا مش منطقي ولا واحد لو حط كيلو ده بيزود 160 هيفيد لو هو 160 يفيد تمام؟ طيب زودت الدنيا سنتين هو هيسرع لما يسرع يحصل ايه؟ كرمك تبقى تساوي ايه؟ ايه مطلوب فين؟ سور كل مطلوب فين؟ يبقى انا قدر بالزاد ولا قل؟ زاد ممكن انا اخطط من التكنولوجيا يفيد واقول على دي هاي او كود فين؟ مش شرط كده في السوشيال في حاجه اسمها هاي او كود فيلر وحاجه اسمها لو او كود فيلر يعني ايه هاي او كود فيلر؟ يعني الهارت يفيل بالرغم انه بيضرب او كود بيقل واللو او كود يعني بيضرب او كود قليل دي تساوي ايه خدتوها برضه في السوشيال دي كلمه في السوشيال اسمها ايه؟ اسمها هايبر دايناميك سيركيوليشن اسمها ايه؟ هايبر دايناميك يعني ايه هايبر دايناميك سيركيوليشن؟ هايبر يعني ايه؟ كتير أو قوت وستوب فوليوم ماشي ديناميك سيكون كورشوس
ديسبورشن في البلازما ال 25 هيوسع هيطول وانت كمان انا مش هتطول فهيتعوي الكونشس ويبقى مليان دم بمجهود بتاعه كل فريكوز فين بتحصل لازم تقول لي بتحصل فين وسبب اصابه في المكان ده ايه والكومبليكيشنز بتاعتها اول سايت اللي هو الكومنز سايت اللي هو الليبس اللي هو على الكورس بتاع النوم سبلمنت فين ودي اسبابها ايه اول حاجه هي الهرمون الجينيتكس الجينيتكس يعني ايه يبقى في ديفيشنسي في البلز بتاع الليبس عارفين ان البلز فيها بلز بتكسر عمود الدم بتاعه الدم بيكسر لو انت بلز مش موجود هيبقى عمود ايه طويل اذا العمود طويل يبقى وزنه تقيل فالبرين دي تحتيه ويعمل ستيزز ويحصل ديفيشنسي لو في اوبيزيتي ايه لان الاوبيزيتي معناه انك بتعبي ايه فات الفات ده زي الميه لما يكون في فات حوالين الفيلم مش سبورت اللي يدي سبورت للفيلم مين؟ المصر عشان كده الاوبيزيتي والريسيرف في البيج تعمل حكايه الحاجه الثالثه اللونج ستاندنج اوكيبيشنز يعني وظائف انت بتستدعي او عايزه وقوف على رجلين مده طويله زي عسكري خلاص مثلا رجلين واقف زي عسكري مرور زي واحد مثلا بيبيع حاجه واقف في الشارع بيبيع حاجه او واحد صايع بيسكت على مصر ممكن تقف كتير وخلاص وات ايفر الموف الكبير ده هيعمل ايه؟ الجرافيتي تكون عامله الفريكوزيتس ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الرجل فيها الفريكوزيتس دي باينه كونشس وعندها بقى ممكن بدل الفريكوزيتس يعني البلاد ماشي ولا ستيز ممكن يعمل فروم بوزيتس والثرومبوزيس تعمل امبوليزم وحش لو طعمها غلط صغيره عند الميديا الماليوس بتاعتين الاكثر دي سببها ايه؟ سكيم ولا لما تخلي الترموفيكتينز ستيز يبقى تشوف في سكيم ولا لا؟ في سكيم في حته السكيم مربعه وطبعا تحت الالسر في فين مليان دم ولا لا؟ والفين ده بيبقى تحته سايده لانه دايليتد فقط بس شويه بتخرج منه تتكسر الهيموجلوبين يعمل ايه؟ ايمو سدر الدم سدر لونه ايه؟ برافو فايبر المارجن بتاعت الالسر دي حطها لون بني يسموها بريكوز الالسر او مارجنين الالسر مارجنين الانكشاف دي ريكاسس ليه؟ ليه؟ علاجها مش انك انت تعالجها هي في نفس الوقت بتدي حاجات لوكال بايب بتاع كده لما تخف وانس العادي ده 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 علاجها انك تشيل الفيل اللي هو ايه؟ المركوز سخينه حاجه اسمها فيلس ستريبنج كده تبقى كوره فيها سلك مثلا السلك من تحت في الفيل وتطلعها من هنا تروح ساحبها تروح جايب الكوره دي كرشه الفيل كله مطلعاها يبقى علاجها فيلس ستريبنج ده اونلي تريبنج انما تعالجها لوكال بايب لو سبتها بقى تعالجها لوكال تروح وتيجي تروح وتيجي يبقى في كرونيك كونديشن ممكن تعمل سكوت السن كارسينوم طبعا في الفيتال ستيك بتبقى معاه الكانسر من الجزء المكان الثاني للفاريكوز جنس عندنا فرع كده بيكون عندك لاين من سيليا من خارج ناحيه الغرفه الساعه
تدخل عشان يمنع اي يرى بيخش كده الاشياء دي كلها مطرحه كده كلام جاي صرف الصوره وطلع الصوت مش برضه السرفايل ستونز اللي عندنا بتاع الكونتكشن هذه البنزا اصلها الجوج لو تحوش الدم تعمل لك حاجه اسمها لاينز او كرويتس تمام ايه اسباب الكرويتس كونستيبيشن هو الكوز والبطل ده الكونتكشن زي ما هو البطل الكونتكشن اللي هي البايز ويعمل الفريسس طيب حاجة تانية من الفوتوكونتكشن ترفع البريشر في الأبدون اللي هو الانكريز أو الديفيد انتر أبدون البريشر إزاي؟ كبر الهرمونز اللي في الأبدون في باتو ميجر نفرو ميجر سبليو ميجر أو اعمل تيومر زي إيه؟ أوفيريان سيست أو بريجنانت يوترس ست البريم تعمل كده بايظ ما بتعملهاش حاجة أما تولد البلاد على طول لو دخلها عملها عند البيت لا ده سكن ومره بشيل السبب هتقول له عربي طيب اخر ايه اللي بيسمى الفرق طيب ايه كوميونيكيشنز ليس لها اي خد بالك البايز اللي هي بايز بس الكومبريت بتاعها بليدنج انما تبقى بينفول امتى وصلها ان انفلاميشن وبالذات لو الانفلاميشن اتعمل لها فرنبوز تبقى بينفول جدا وللاسف لو حصل الانفلاميشن والثرمبوز ده الثرمبوز بتاع ايه؟ سبتك ثرمبو فليبايتس ده وحش ايه؟ لانه لو قطع عمل الماي يمين الليفر بيعمل بورتا القيمه والعاني فعيب قوي ان عيان يموت بيه قيمه الليفر من ايه؟ السبت بورتا القايم ده ايه؟ انسان مهم من سبته لغايه ما حصل له حكايه اخر مكان الفاريكوز فينز اللي هو الفابيليفورم تكساس اثنين اللي هي حوالين تستس التريجر جينيتكس انتوا بتسموه فاريكوسيل اسمه ايه؟ طيب فاريكوسيل قد يكون برايمري ملوش سبب قد يكون سهل برايمري زي ايه؟ يبقى اخر ارفع الانتر ابدومينال بريشر زي ما هو اللي بيبقى بين الاثنين بس اوعى تكون بريجنس او بين الاثنين يعني مش تقول بس بريجنس كده وتحدد التوصيل خد بالك طب ايه الايفكت بتاعها؟ بين البريجوسين دايما يعمل ايه؟ بين الاطار تيكينج بين كده مش زي ان هي برضه اصلا في مشهد الصندوق اللي عندي بيعمل على الصوت يعني الرش بين لما فيه شوف هذا السكيورتي بتاعت البين بعض الناس قالت انها تعمل استريلتي او استريلتي لا على اساس انه قال لك البنز دي بتدفي المكان شويه فلما تحصل انكريز في التمبرشر السبرماتوجينز عايزه مكان ساقع عشان كده لا تعمل بس مفيش انفرتيلتي خالص هتعمل ايه؟ بين تعمل بسم مستحيل ايه؟ بين وليس اي شيء تاني قد تكون الانفرتيلتي سكند سكند ايه؟ لما بيحصل البين يبقى في لوس اوف اكشن ففي الحالات ممكن يبقى التفسير ايه؟ ليه الفكره انا جايب بايت بلس نوت ما ينفعش انها تعمل انفكت ده تقريبا موضوع الفاريكوز ديز وكده تقريبا احنا اخذنا الباك بيسنس بالكامل في حاجه بقى نقطه عايزين نناقشها ان هي علشان لما ناخد خلاص لا الوقت Thank you.
الفانجينا من الفرجت انفرش دي البين بوزس اللي هي المشكله دي اللي يهمنا البوز بتاع البطن فين هو احنا رسمنا خط بتاعه عباره عن فيو في الكيف بيدي البلد الرايت ليفت الرايت ليفت بيدي البلد الرايت ليفت لو بيدي البلد اللانج وبعد بتدي البلد الليفت اتريوم الليفت اتريوم الليفت فنتكل الغلطه بالشكل ده قدام بتاعنا ماشي فصلوا السيمبتومز بتاعت الهارت فيلير ازاي؟ يعني بيقول لك ان انت لو جالك فيلير الاعراض اللي بتشتكي منها كده بناء على ايه؟ قال لك يا ترى هل هي فورورد فيلير ستادي ولا باكورد فيلير ستادي؟ يعني ايه؟ كلمه فورورد فيلير اعتبر ان انا بامب ان انا مضخه. المضخه دي بتعمل ايه؟ بتستقبل بلد وبتخ البلد. بتستقبل بلد منين؟ مما هو باكورد فيه. مما هو ايه؟ اللي هو يديه. وبتضخ منين؟ مما هو فورورد هي اللي هي بتخطبه. يعني لو جيت على الرايت سايد ليفت سايد وصارت از باوند الباك وورد بتاعها ايه؟ اللاند والفورورد الاوت. طب الرايت سايد الباك وورد البودي جود والفورورد البودي جود. يقول لك الشمه راحت فين؟ بتعمل باك وورد فيلير سيمتومز بتيجي باك وورد فيلير ليه؟ انها مش قادره تاخد الدم المفروض في الشعر كله. لان كلمه فرد فيلير بتعني ان الارض مش ما بتضربش لا ما بيفضيش. فلو انا مثلا جوايا 70 سي سي هضرب 50 متر دم مقابل 20 شحنش اهو ده برضه الفيلير فيلير يعني خوش الدم في الحاله دي المفروض تدي الشمبر. طب الفورورد ان انا بدل ما بدي 70 بدي 50 يبقى في شمس بتتكلم في اما بتمسك بند في الارض حصل فيه حاجه بتمسك حاجه اسمها ديمودينامكس. يعني ايه؟ يعني لما بيحصل الارض ده في البند استلوس في الكونتر بيحصل كده يعني في الارض بيحصل كده ازاي؟ طبعا ده اهو ده الكورتيك وده المجموعه وده الدراي اصلا. طبعا انت عارف الهارت بتاعنا لو بنشوفه كلينيكال ادي السكانر بتاعك اهو بس كان بيجي بقى في سايد جرافيتي في حاجه هنا اسمها الميد جرافيتي لاين انت بتكسر الهارت بتاعك اهو دي اسمها ايه؟ الابس. الابس موجوده فين؟ لفت نفس التقلص الاسباس ميت كلابين ربع يعني خمس وسط الكلاب والبسات الهيرس دي معمولة من لفت فنتك واللفت فنتك زي دي كده وراء الفنتك كده إذا كبر الرايت فنتك هيزوق فلو كبر الرايت فنتك الهيرس تروح هنا ده دي أرض لو كبر اللفت فنتك تنزل تحت عشان كده لو الرايت فنتك كبر الايمكس حتى موجوده في الليفت سبيس بس اوتسايد الميكرو انا لو ليفت فنتك هتبقى ايه في السكت بس من اي حاجه ممكن تنزل في لوب الفيرست سبيس كنت عارف كده من ليه الليفت فنتك اللي كبر ولا طيب العيان اللي عنده ليفت سايد الارض تيجي تيجي في الليفت سايد اللانج هيبقى فيها ايه؟ كرونيك فينس يشتكي سيمبل فوق المدرج اللي عباره عن ايه؟ ميسكين منه تاني والفقم والفقم يعني الرش ده على بعض بس الان ممكن او الخدات 45 درجه وحاجه اسمها بروتيسما دكتور بالانجليزي يعني ايه كلمه؟ بروتيسما يعني ايه؟ يعني التاكس دكتوريا الليل دي سنين اللي هي لها كام؟ لها الجلد هو زي ما قلنا بينام 45 درجه بتخش في النعاس بتزحلق معاه المخده يبقى في 43 لسه وسع طيب العيان ده يبح عنده مفرشة تنظر ولا يبحش؟ ها؟ يبح. طب وعيان الشيست العيان اللي عنده ريف المنطق يبح ولا لا؟ يبح وينهك؟ اه ينهك. اذا انت بتاخد تلات دور ينهك. طب ازاي؟ يعني ده كارديك بيشن بيبح وينهك وشيست بيشن بيبح وينهك. افرقهم بعض ازاي؟ بالبرنامج بالترتيب. هل انت تحيت الاول وبعدين نهكت؟ ولا نهج وبعدين تحت بتاع الارض ينهج الاول وبعدين ايه؟ يروح ليه؟ لانها في الفيري ده ليه وينهج يبتدي يحصل رش الميه زي ما احنا خدنا في الكورونا فيروس انفكشن وده ينكرج السكند بكتيريا انفكشن يحصل بونتايت بس يعمل سودا في البحر انا ما بتاعش اسم اللي عنده انفلاميشن في الميه يتكون عنده سودا بيبقى ايه؟ يروح على طول وبعد كده تراكم السودا والتغيير الاساسي بتاع الميه يعمله يبقى لازم ابقى عارف او تركيب السيمبلز ما بنعرفش احطه او هو كارديك بيشر ولا
سيستيشن قبل الانفكشن. طب تعالى نعتبر ان في عيان عنده مايتر ستانزس يعني مايتر فالف مالك انديان يعني الفالف اللي يفوت فيه البلد من اللف الاف رجلين اللف الانف في الانديان ده هيتعطل عليه ولكن بقى ديمو داينامكس. ديمو داينامكس يعني ايه؟ يعني حصل لخبطه او حاجه غير طبيعيه في سريان الدم في الارض والضن هيترتب على تغيير في الشبكه التعويض. تغيير على ايه؟ ديمو داينامكس. اول حاجه اللف الاف ده لازم عايزها طالما طالبينه الله بيحصل فيها ايه؟ كورونيك فينس كونجشن ممكن يعمل برضه ايه؟ هايبرتنشن. يعمل ايه في اللايف فينتريكل؟ ها رايت فينتريكل ايه؟ هايبرتنشن. وبعد كده ممكن يحصل ايه؟ فين؟ ده السيكونس بتاع الناس اللي ممكن تحصل ايه؟ العيان. طيب المايكرو ستنوزز بيعمل زي ما قلنا كونجشن في الان وفي ناس بتعترض تقول ان المايكرو ستنوزز يعمل هارت فيلر ولا ابدا ما تصير معنى شرط مش تستفيد بقى ما نعمل ايه حجات بيض الله لا ايش فيلر الفيلر فينتريكلر ده ليس من اللزوم اللي عشان عنها الفيلر ده الفينتريكلر في الاطلاق اللي قال كده مش فاهم حاجه ليه في المايكرو فالف اورفيس لما بيفتح له ايه؟ فتحه الفتحه دي ليها ايه؟ وحيد اوت سيركمفرنس حسب التايم اللي انت عايز يبلغ الليف ايه اللي بيمر الليف بيرتك في النورمال مايكرو فالف لو تلت التايم اوف ريسبون يعني لو ريسبون 3 دقايق يبقى جهاز الطاقه كل سيركل لا تقل عن 10 ثواني لو ريسبون 3 دقايق يبقى الدم اللي في الليف بيرتك عشان ينزل الليف بيرتك عايز ايه؟ دي اوكي؟ معنى كده ايه؟ انك لو ضيقت المايكرو فالف الى انك توصل السيركمفرنس بتاعه للتلت ما يحصلش حاجه لان الدم هيمر كله في وقت الايه؟ الترسول هو مسحور اللي بياخد وقت الايه الترسول كله. طب تشتكي امتى؟ لو طبطبت او جيت شويه لو طبطبت او جيت هيحصل تاني كارديو يبقى فتره الترسول ايه؟ فلا صح هتحاول شويه تحط في لاين تشتكي. اوكي؟ يبقى ما نقولش بقى ان المايكروسوفت ما يعملش قد ايه؟ ارت فيلر لا خد القضيه كامله المايكروسوفت لدرجه ايه؟ اذا زودت عن التلت خالص في الحالات دي يحصل سيمتومز بروجريسيف وانت قاعد انما لو وصلت للتالت يحصل سيمبتومز اون اكسجن لما تعمل مجهود فهمنا ازاي؟ طيب زي ما اتفقنا على حاجه الشكل والديسكا والصبح والحاجات دي طب لما يحصل ضمونه للهايبرتنشن لما الضمونه مارك ده يكون ستريكت عشان ما يخليش دم كتير يروح لي مارك يبقى هنا مارك فايق من الكونجيشن ولا لا؟ ها؟ فايق وتروح السيمبتومز العلم مش كده تقول لك لا الديسكا خفت الحمد لله وانام على ظهري زي الفل طب امال عندك ايه دلوقتي؟ بس لما ضيعت الضمونه الوقت خليت الماء فاكر المتشر بس كميه الدم اللي في الماء بقت قليله ولا عاديه؟ قليله كل واحد لفت قليل اللي خارج من لفت بقى عندك هنا جوه كارديو كولر ومشتكي بايه؟ سيمبتومز وجلو كارديو بيقول لك دلوقتي انا بصحى انا بتزلل لما اعمل اقل ما كنت اتعب بعرق كلها انا بستشعر بايه؟ هايبوكس انا بجيب جلو كارديو او طيب لو اللفت الضمونه ما كنتش بتعمل لايك سيمبتومز في الشيء عنده شغلات فيروس كونجيشن بتقول لك ايه؟ رجليا ايه؟ ورم في اليمين بطن اتفخ فيه اسايتس عندي وجع في جنب اليمين لان في كونجيشن في بطنه مثل سيمبتومز اوف كرونيك فيروس كونجيشن هذه الاعراض اللي انت لما بتسال عنها لو بتعمل له الكويشنير تقدر تعرف هو واقف في انهي مرحله يعني انا لو بتكلم معاه حتى انا مش شايف لو بكلمه في التليفون او مباراه استرى ولا حاجه بقول له كنت بلعب ما اعرفش عن الاعضاء ما اعرفش عليه كنت بتفكر انت وبعدين كل اللي بدك حاجات راحت بس انا بزعل اللي بتاع خلاص ولا ده عيان كانوا حاجه في الفيديو اللي عملت له وانا في نفس الوقت دلوقتي عنده مرضونه هايبر تنشي طب نتاكد ازاي؟ ها؟ كيف نوصل للتاكد في الكشف؟ ان احنا بنكشف طب اول حاجه بكشف عليها بشوف الايركس بتاعت الله عشان اشوف الليف فلتر بيكبر ولا لا ما كبرش اذا كان بنزل السنوز ازاي ولا الليف فلتر لا ده بيبنى قليل انت بدل لو بتنزله 70 سنتي بتنزله 50 ولا 40 يعني ايه حمله بقى خفيف ده يعمل في الامس. محدش فيكم شاف الامس كده في الفسيولوجي بنشوف بعض من المنطقه على الامس. ما حصلش؟ يعني قعدوا يكلموكم على الامس كده في الطلاق لا ما عندكش ناس بتحط ايدك عليه الصبح زي لما تلبس الامس بتاعت العيان الامس ليها شكل من ثلاثه لو ليه كده والامس ده صباعي هتعمل كده؟ ده صباعي كويس. انت
هتعمل كده هتعمل كده. ايه اللي حصل؟ كده اسمها هيدي اسمها ايه؟ تطلع تخطط كده وتفضل لازم كده شرع للدنيا دي بتاعت البرنتج اللي كده هيجرف وبيطلع وبيضطرب شويه وبعدين ايه؟ يريلاكس. اللي بتطلع تلمسها التهنيه وتبعد دي المره انما اللي هي زي لو احبك لو بضع على بعد 30 دقيقه تجري منك دي معناها ان الفيلم اللي بيضرب ايه؟ سرعه حلو خفيفه معناها ان الفيلم بتاعه اللي هي دي اسمها سنابنج يعني سنابنج يعني ايه؟ بتخش فدي تبقى بتاعت الايه؟ المايه تبقى مستمره كده تعرفها. طيب الفالف اللي جاي ده الدم اللي ماشي فيه هيبقى طبيعي ولا بيتربل؟ هيبقى ماشي ولا الفلو بتاعه بيتربل؟ الفلو يبقى تربل وبالتالي يعمل حاجه اسمها الميرور. الميرور ده اللي كانت بتسمعه بايه؟ في السماعه او تحسه بايدك. طب الميرور بتحسه بايدك ازاي؟ لما الدم يمشي في حته ويتلخبط كده ويتربل يديك الاحساس ان انت لو مسكت مثلا في ايدك وحصلته كتير تمسك ناموسه صاحيه في ايدك والناموسه تمشي كده وتدافع على ايدك يديك رعشه في ايدك او كنت عيال زمان كنت تحط ايدك على بطن قطه تحس بزفاره بحركه كده وانت قطه بتقرا هو ده السر ده اللي اسمه ايه؟ اللي هو البلغم الكومبوننت اوف ذا ميرور اللي هو الميرور لما تحس تحس بالرعشه زي ما كنت مثلا تبقى صاحيه في ايدك وعمال تلف في ايدك او ناموسه صاحيه خليها ناموسه عشان تبقى ناشفه المنظر من البلغم الصحي. طيب هنا بقى وقت الميرمر هسمعه امتى والسرير هحسه امتى وقت مرور الدم في الدم. فلو عندي منظر للسلوك هسمع الميرمر امتى؟ سطاين الدم بيمر في المنظر الدم بيمر في المنظر امتى؟ في الدايستوري. يبقى الميرمر بتاعه ايه؟ دايستوري. لما اقسم الاعصاب ادي الفيرست اعصاب وادي السكند اعصاب له اثنين كومبوننت واحده ووردي واحده فالنمر اللي بينهم دايستوري ايه؟ الفيرست ارسم بتكسر ده المايترا والتراكسم بيقفلوا. المايترا والتراكسم بيقفلوا امتى؟ دول بين الاتر والفنتر بيقفلوا عشان الفنتر كله فاضي. الفنتر كله فاضي امتى؟ السيستوري. الفيرست ارسم ده اول السيستوري. هنا الفنتر كله بتضغط. خلاص الضغط هنا الفالف هتقفل. الاورطه اصعب في الفالف من البرنوري فالاورطه الكوكونه في الفالف البرنوري كوكونه في الفالف دي ايه؟ الضغط. كده الله هذه الاثنين اقسام اللي بينهم ايه؟ سيستول ما يسبق الفيرست او اللي بعد السكند اسمه ايه؟ دايستول. يبقى الميرور بتاع المنظر الفيرست اسمه ايه؟ يا قبل الفيرست يا بعد السكند. الفيرست اسمه ايه؟ لام والسكند ضرب. الميرور بتصنع السماع تحت ثلاث احوال يا اما يكون صوت في الميرور وبناخد من صوت حرف الاف وصوت كده زي حرف الاف او هاش بنقدر نسمع اس اتش ولا نسمع ش كده او رامبلنج بناخد حرف الضاد ونسمعه كده ما بنعملش بتاع الحاله دي مقصود وبيبقى دايستوري بنسمع ازاي لو ضبط لو ضبط لو ضبط في الدماغ كده يبقى عارف ان دايستوري بيبقى مقصود يبقى بتاع المايتر استنس. طيب لو العيان دخل في المرحله الثانيه اللي هي البلمونر الايبر تنشيط ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه بالمره الهايبرتنشن؟ يعني اللي هيتضايق في الضربه الرايت هاند ولا الليفت هاند؟ مين اللي هيتضايق في الضربه؟ الرايت هيتاخر عن الليفت. هبص تاني الفرنت لما تضرب فرنسا عشان بيحصل بس لما نيجي بقى خلص ضرب تلاقي الرايت هاند اللي بيضرب بعد الليفت خلص بعد الليفت بشويه السكند ده بيصير تسع صوتين مش صوت واحد ده هو طيب والبابونه والبابونه هارد تبقى بتبان عايز عشان كده نسمع ايه؟ لا بابونه خطوتين. طيب هنا طالما ان البابونه البلاس بريشر عادي قدامه ولا داخل فيه حك وبيعمل قرش ده طب الدم بيعدي في البابونه البلاس في السيستول ولا الدايستول؟ في السيستول مش كده؟ ما هو خارج من الامر في البابونه لو قلت عنه في السيستول عشان كده اسمعه بين الفيرست والسكند هارد سامع صح في حته بيبقى هارش صوت عالي ما تسمع طق 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 طق
من كلامك معاك عارف الاسم. مش تحط السماعة وتتحسن عليها مش تصحى. لازم تسمعك ليه كونفرم اللي تأكد لك اللي انت عايز تسمعه. لو انت تعرف بقى اللي انت عارف ان انا عارف ان انا حصل هتبقى في الحالة دي تقدر تعرف ان انت هتسمع. فاللي انا اقصده بس هديك الاكزامبل بتاع عشان ايه؟ لما اتكلم الاسبوع الجاي في الدكتور عن كارديو ماسكولار بروبلمز تبقى فاهم يعني ايه بيرنر يعني ايه هارش بيرنر يعني ايه سوفت يعني الحاجات اللي عارفها. فلما اقول لك مثلا لما حصل يعني ايه كريسندو ودي كريسندو يعني ايه؟ السندنج يعني ايه السندنج يعني؟ السندنج من زيك السندنج؟ فاقول لك والله البيرنر ده كريسندو يعني ايه بيعني؟ عادي. طب والبيرنر ده ايه؟ دي كريسندو يعني بيوت طبش يوت. طب البيرنر ده كريسندو دي كريسندو يعني ايه لو يوت؟ فانت الله شش طب كده يعني ايه؟ فدي الاسباب بتاعت البيرنر عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. فلما ناخد بقى الدكتوريه بتاعت كارديو فاسكولار قرروا ان هم ذاكرتوه قبل الاسبوع لان الدكتوريه بتاعه غير الدكتوريه بتاع السنه اللي فاتت. الدكتوريه بتاعه جديد كله في السيستميك فالدكتوريه بتاعه صعب شويه وعايز نكون فاهمين وعارفين ان هو ده